يا رب دايما فرحه ويا رب دايما كل حاجه حلوه. النهارده كابتن هاني انا هسمي معلش الحلقه النهارده حلقه الزو. الثلاثة زو. ثلاثة يعني زو زو زو. الزميل الأستاذ وليد وليد الفراج على شاشة ام بي سي اكشن اعتقد هو بيطلع او على يعني احد القنوات الرياضية السعودية. قال لك يا جماعة انتوا يعني اعتذر طبعا لجمهور النادي الأهلي وقال انتوا بتهزروا وبتاع وبعدين قال لك انتوا يعني احنا بالراحة علينا شوية يا جماعة مش كل شوية مش زو الأولاني زو الثاني زو. فأنا بقول له النهاردة يا أستاذ وليد النهاردة حلقة الزو. فإحنا النهاردة ما تزعلش إحنا طبعا بنهزر وبنضحك زي ما حضرتك كنت بتهزر وبتضحك فإحنا كمان بنهزر وبنضحك وسعداء جدا 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 بكل حاجة بيعملها إخواتنا في السعودية. بنبقى قد إيه مبسوطين قد إيه فرحانين قد إيه سعداء بهذا التنظيم الرائع. كل الناس بتكلمنا على تنظيم مفيش شك وهنتكلم في الامر ده بعدين ولكن زي ما قلت لحضراتكم النهارده حلقه الزو عشان خاطر الاستاذ وليد نفسه مش عشان خاطر حد تاني عشان خاطر الاستاذ وليد. الحقيقه رجل على فكره الاستاذ وليد من الناس الاهلاويه الناس الاهلاويه اللي بيحبوا النادي الاهلي بجد. عشان كده انا بقول لحضراتكم النهارده ان شاء الله تكون حلقه مميزه ونقدر نتكلم فيها في كل شيء. امبارح واحنا قاعدين بنتفرج كلنا كنا سعاده كلنا مبسوطين كلنا كنا شايفين ان احنا هنكسب. اللي اتفرج على حلقه الاهلي في المونديال يوم الاربعاء والخميس شاف ان كابتن هاني واسلام الاثنين كانوا يعني متفائلين زياده عن بعض. الناس قالت لي هذا الكلام قبل المباراه وبعد المباراه كابتن هاني الناس كلمتني قالت لي والله يا كابتن اسلام انت كلامك انت والكابتن هاني كان صح. يعني احنا واخدين اصل واخدين